صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زد. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم وصفه تاع المقروط، وصفه تاعي. انا جربت عالم طريقه، ولكن هذه الطريقه اللي جربتها هي اللي اعتمدتها باسكو بقى لي المقروط تاعي طري ويشد لي وقت طويل، نخبيه ما نخافش منه الى يتعفن لي، ولا الحشو تاعو ولا الغرس يكون طري تانيك من الداخل، ما يتفتح ليش في القليان. يعني بزاف عفايس، تبعوا فقط معايا الطريقه تاعي وتبعوا معايا المعايير ان شاء الله والمقادير وراح تنجحوا فيها. اول حاجه لازم نخيروا السميد يكون متوسط مايل للرقيق ماشي مايل للخشين. كاين هاد الانواع، كاين متوسط مايل للخشين وكاين متوسط مايل للرقيق، يكون شويه فوق الرقيق غير بدرجه. الوغ هذا هو اللي ينجح لنا 100% في المقروط ويجي بنين، الوغ ويجي مرمل. تاني ندو السميد نتاعنا نفوتو في السيار، صافي نغربلوه شويه. من بعد ناخذ منه 3 كيلات، نعاود 3 كيلات مملوءه بومبي نتاع سميد متوسط. انا هنايا الكيله تاعي كانت غرفيه، الا نتوما خديتو كيله واحده اخرى احتفظوا بها وخلوا هذيك الكيله باسكو هي اللي رايحين ناخذوا بها كامل المقادير اللي بقات. الوغ 3 كيلات مملوءه نتاع سميد متوسط، راح نزيد لها مغرفه صغيره نتاع ملح، مغرفه نتاع لافاني باش ما يجيناش ريحه السميد قويه ولا ريحه بنه السميد ماشي مليحه، راح تزين لنا البنه. مام الملح راح ما يجيناش المقروط تاعنا صامت. الوغ مغرفه صغيره نتاع ملح، مغرفه صغيره نتاع لافاني، نخلطهم مع السميد ونضيف لهم كيله مملوءه من السمن. السمن كون ذوبته وخليته يبرد تماما. الوغ 3 كيلات سميد مع كيله مملوءه نتاع السمن. انا ما نستعملش مارغارين، ما نستعملش السمن مخلط مع الزيت، نستعمل السمن وحده. السمن راح يفتته لكم، راح يعطيه قوام وبنه هايله. الوغ 3 كيلات سميد وكيله تاع سمن، راح نحط هنايا الكيله تاعي غير بالعقل ونسي باش نبسو بيديا، نبسو غير بشويه 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 حتى نتاكد باللي السمن دخل في كامل الحبيبات نتاع السميد وكامل تشبعوا منه. من بعد راح نغطيه ونخليه مده ليله كامله. طب الزوجه هي الغرس. انا الغرس كيفاش نبريباريه؟ اول حاجه نفورو، علاش؟ باش نتاكد نحي منه كامل هذوك العظام، نتاكد باللي خلاص راهو صافي. مالغري راه يجي كاين الكاليتي اللي راها تجي مليحه، مي مالغري سا نصب فيها واحد هكذا حجر صغار، عظيمات صغار تاع التمر. الوغ انا هذوك كامل نصفيهم، نتاكد باللي الغرس تاعي ولا لاباط تاعي راها ليس ما فيها والو. ثاني حاجه نزيدها لها، انا عندي هنايا زلجلان حمصته وهرسته شويه، صدق كسرته باش نعطيه باش نستخرج النكهه تاعو. رايحه نضيف قسم غرفه ولا مغرفه ونص نتاع زلجلان طبخ الكميه نتاع الغرس اللي عندي، ما نكترش باسكو مانيش حابه تانيك بنه المقروط تبقى غير بنه زلجلان. ونضيف مغرفه نتاع السمن، ماشي دايب سمن عادي، هنا بحراره المطبخ راح نضيفها ونعجنها مليح مليح بيديا. النصيحه الثانيه، ما ديروش في الغرس القرفه وما ديروش فيه مازهر. المازهر راح يبسو وراح ينشفوا من جو، نقلوا المقروطه تاعنا راح تنشف ويتحرق من الداخل. الوغ هنا انا ندير السمن تاني كيخليه هكذا فتي شغل يتفتت ويخليه طري، ما يساعدني في القليل باش ما يتفتحليش المقروط نتاعي. الوغ نخلطها، نوجدها جوغ صبيعات هكذا ونخليها تكوتي باش نخدمها باش نطلعها. الوغ ناخذ هنايا الكيله نتاع الغرفيه اللي كيلت بيها، وبها نكيل الكيله نتاع الماء وما زهر اللي رايحه نطم بهم هاد السميد. الوغ هنا واش عندي؟ عندي 3/4 ماء وربع مازهر، هذا هو القياس، 3/4 ماء وربع مازهر. ملاحظة ثاني كلي نعطيها لكم، ما يكونش مازهر بارد، لازم مازهر يكون بحرارة تاع المطبخ. يعني الوغ نجيب السميد نتاعي نفتحو باسكو غادي يكون يابس لي شوية، بيان سيغ يكون شرب هذاك السمن، نفتحو هكذا بيديا. من بعد هنايا عندكم 3 نتاع الطرق، خيروا فيها اللي تعجبكم باش نتأكدوا بلي ما راحش يتفتح لنا.
سوا تستعملوا كيفي زوج مغارف كبار نتاع فارينه. هنا استعملت انا زوج مملوئين ولا زوج ونص ممسوحين. الوغ زوج مغارف كبار تاع فارينه او ربع عبار صغير ربع كيلة نتاع سميد الرطب اللي نخدمو اللي نصنعو به الخبز سميد الرطب، او زوج بياض بيض بهاد الكيلة. يعني الا ديتو هاد الكيلة اللي ديتها انايا تاع الغرفية راح تحتاجو 2 بياض بيض، ولا خديتو قل بيان سور واحدة بياض البيض. الوغ بياض البيض هو اللي هيخليه لنا ما يتفتحش في المقلة، ولا الفارينة ولا السميد الرطب، نتوما خيرو اللي تناسبكم هكذا باش تتاكدوا تكونوا هانيين بلي ما راحش تفتح لكم. ناخذوا الماء وما زهر اللي كنا وجدناه وراح نرشوا منه شويه، جو نفتلوه هكذا نفتلوه بيدينا بلا ما نعجنوه، سينو غادي يرجع لنا مثقبه ماشي يروح خلاص مقروط، راح يرجع مثقبه. الوغ هنا نفتلوه بيدينا نفتلوه مليح مليح، نعاود نغطوه ونخلوه يرتاح لمده ساعتين، نخلوه يرتاح لمدة ساعتين حتى نتأكدوا باللي السميد نتاعنا تشرب كامل هذاك الماء، باش نخرجوا في العبار نتاع الماء اكزاكت. باسكو الا بقينا هكذا نزيدوا في الماء ونستناوه يشرب، نزيدوا في الماء ونستناوه يشرب، من بعد غادي نصيبوا روحنا بلي كثرنا الماء ونصيبوه يبسك الحجره. هكذا نعطوا السميد حقه باسكو هذا السميد متوسط ماهوش رطب. الوغ انا هنايا يعني نفتلو هكذا بيديا، نعاود نخليه نغطيه ونخليه يرتاح ساعة ساعتين تكفي. من بعد ناخذه بعد ما خليته يرتاح وتأكدت بلي خلاص راح شرب لي كامل هذاك الماء، هذاك العبار اللي خديناه نتاع الماء وما زهر راح يكملنا حتى للتالي، يعني ما نزيدوش عليه قطرة. نعاود ناخذ يكون بقات لي منها هكذا واحد نص، يعني نكون استعملت النص، النص اللي بقالي راح نحكم لاباط تاعي بيا هذاك السميد تاعي، راح ناخذ الكميه اللي نحتاجها، ناخذ في جفنه واحده اخرى الكميه اللي نحتاجها اللي راح نرشها. هنا ما غاش تاكل لي بزاف الماء، راح نرشها بهذاك الكميه تانيك اللي تبقات لنا، راح نرشها بشويه فقط ونسي باش نجمعها في يديا، ما راحش نعجنها راح نجمعها فقط. من بعد نشكل بودان ولا بهذا الشكل، الطول تاعو على حسب الكميه اللي خديتوها، والعرض تاعو يعني السمك تاعو لازم يكون دو دوا با بلوس. هكذا نعطيكم هذاك. الا استعملتوا الطابع هذيك حاجه اخرى، انا الطابع ما نحبوش، انا الطابع نستعمله سورتو للمقروض تاع الكوشه، من المقروض هذا لا لا نحبو هكذا بومبي تاع زمان. الوغ ناخذ لاباس تاعي هكذا راني شكلتها، ونوجد حدايا صبيعات نتاع الغرس، و او ميم طون عندي غرفيه فيها شويه سميد وشويه سمن خلطتهم هكذا مع بعض، هما اللي راح يعطوني هذاك الشكل مترمل نتاع المقروط نتاعي. الوغ نفتحها بصباعي هكذا، ندير فيها كشغل قناه هكذا، نحط فيها هذاك الغرس، نخلي قيس 1 سنتيمتر من كل طرف باش كي نقسمها ما ناكلش معاها الغرس، ونشكلها مليح مليح. من بعد الرش هنا من نجي نغلقها نتاكد تانيك من حاجه، من نجي نغلقها ما لازمش نغلقها من الفوق فقط ونخلي الهواء لداخل، هكذا راح من نشكلو يعني من نروليه وندورو راح يتفتح لي. مي لازم كي تغلقوها تدوها من تحت وتغلقوها باش تتاكدوا باللي خرجتوا كامل الهواء منها. من بعد نرشها بهذاك السميد والسمن اللي كنت وجدته هكذا كرمل هكذا، نجي نرشها فوقها نشكلها، والبالكوبات راح نقطعها بالشكل هنا اللي يناسبكم. من بعد نسقمها بها ونبقى نروليها جوغ هكذا باش تجيني بومبي. فوالا بعد ما كملت كامل الكميه نتاعي راح نحطها نخليها تريح، و او ميم طون راح نوجد الزيت اللي راح نقلي فيه. هنا عندنا خيارين، سواء نحط سواء نقلوها في الكاسرول تاعنا ولا في المقله تاعنا العاديه، جوست نتاكدوا باللي الزيت راح يغطي لنا كامل الحبيبات، سواء نستعملوا الفريتوز الكتريك، جوست التمبيراتور ما لازمش تكون على 190 درجه، نهبطوها ل 180 درجه هي اللي راح تقلي لنا المقروط
مليح صغير، هي اللي راح تطيبه لنا من الداخل ومن برا. انا راح نستعمل هاديه تاع 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 الغاز نورمال تاع زمان، وراح نحضر حدايا الحسيله، راح نكهب شويه مع زهر ونخليها حدايا، نحط المقرطات تاعي في الشبكه وراح نقليهم بالعقل بالعقل صدق، من ونغطي الكميه اللي راها حدايا، راح نقليهم نعاود اون فوا يتحمروا لي راح نحيهم. هنا نتاكد بلي الطومبيراتور تاني تكون متوسطه، ما تكونش زايده، يعني النار ما تكونش عاليه عليه باش يطيب لي تاني كمل داخل. الوغ بعد ما طاب لي راح نصفيه ونعاود نغرقه في العسيله، نخليه في العسل، ما لازمش نحطه في العسل نعاود غير شويه نعاود نحيه، لا نخليه في العسل بلا ما عاود عمرت الشبكه، نعاود بلا ما عاود عمرت الشبكه ونعاود نقلي الكونتيتي الزوجه. هكذا العسل راح يدخل لي في المقروط، والمقروط راح يدي حقه من العسل. لازمش تانيك في من نعسلهم، ما لازمش هكذا ندورهم نعاود نحيهم، لا نخليهم القسمه نوجد شبكه الزوجه وتقلالي الكونتيتي الزوجه. ثم كل ما نحي مقله ولا نحي كونتيتي تاع قليان راح نكون نحيت ديجا الكونتيتي اللي كانت في العسيله، باش نتاكد باللي المقروط دخل فيه العسل مليح مليح. هكذا الحين ما نكمل كامل الكونتيتي اللي عندي. بعد ما نحيه من العسيله نحطه في شبيكه. انا لاستيوس اللي نعملها هي اللي نتاكد باللي المقروط تاع العسل لي تري تري بيان، سكو نحيه من العسل نعاود نخليه يبات ليله كامله، ونعاود الغدا من داك نعاود نعسلو اون اوتغ فوا. هكذا نتاكد باللي العسل تخلو لداخل. راكو تشوفوا كيفاش ما تفتح لنا ما تحرقت لنا لافارس، باسكو لافارس ما درناش فيها مازهر، مازهر راح يبسها ويحرقها، مي السمن راح يخليها طريه. فوالا انا نكمل كامل الكميه اللي عندي، صدقوني راح يجي رطب وهشيش ويجي هايل وما تشبعوش منه. وبوسك ما عملناش فيه القرفه الوغ ما راحش يتعفن لنا، راح يبقى لنا مده طويله. راكو تشوفوا هنايا بلي العسيله تاعي هبطت، هذا دليل على انه شرب لي كامل العسيله، تما ما جاش يابس. هنايا فيديغ كو الماء ما كثرناهش فيه، باسكو الا كثرنا فيه الماء ويبس لنا ما راحش يشرب لنا العسل. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه وتنجحوا فيها، وراني عارفه باللي راح تعجبكم، لانها انا جربت شعال من طريقه وجربت شعال من غوسات، مي هذه هي اللي نجحت لي. هنا راح فتحت لكم حبيبه، يجي رطب يجي هايل، لافارس ما تجيش محروقه. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنجحوا فيها، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.